دولة ناشطون مقطعا مصورا بسيطرة مفرق مياح على طريق إمام ويس المتجه لخانقين في ديالة، ويبين المقطع فرض السيطرة دفع رشا مقدارها 25,000 دينار على السيارات التي تمر من خلالها. نتابع ومن ثم نذهب إلى قراءة بأبرز المنشورات التي جاءت تعقيبا على الفيديو الذي سنشاهده الآن. سيطرة مال الحشيد، هاي سيطرة مياه على طريق إمام ويس، لا تاخذ علني من العالم 25,000. يقول عندنا امر بيها من الهيئة مال الحشيد، رحمة لوالديكم كل من يهم الامر. هاي سمعة الحشيد، دول جاي يشوفون سمعة الحشيد. هاي قدامك راح شوف شو راح يقوم يطلع من هاي تلقاني. شوفوا خلصونا بدول عينكم. صباح الخير. الله يحفظك. 15 موطع عراقيه من حلال طيب رحمه الوالدين. ما عندي والله وداتك ما عندي تسهيل امر تسهيل امر. باوع باوع بيناتنا الله تجيبه 10,000 وطريق للنجف اكلوا وشربوا. والله انا شربك بالعباس اموت من الجوع. ما اذيك والله، اعوضك بالجايه والله، اعوضك بالجايه والله، والله اعوضك بالجايه.